القاهرة ومكة وسيدني ودبي في حاجة واحدة بس مشتركة ما بينهم كلهم في الأكل، وهي ساندويتش البيج ماك. لو انت فاكر ان كنتاكي هم الوحيدين اللي عندهم خلطة سرية، يبقى انت ما تعرفش حاجة عن ماكدونالدز، لانهم عندهم وصفة سحرية انت عمرك ما سمعت بيها قبل كده. بس عشان انتوا مش اي حد، انا اعرفكوا هي ايه. ماكدونالدز من اول ما فتح لحد النهاردة هو مطعم ساحر الناس. تعرفش ايه اللي مخلي الواحد بيحبه كده؟ ده حتى الاكل بتاعهم مش احسن حاجة، وكل ده بيرجع للمكون السحري اللي بيحطوه في الاكل. ومهما محلات اكل فتحت وقدمت كواليتي اعلى بكتير وصرفوا ملايين على الماركتنج، مش هيقدروا يوصلوا للمكان اللي وصلوا ماك، او حتى يقربوا له، بسبب الخطه اللي حطوها وخلتهم يسيطروا على عالم المطاعم. تعرف ايه هي الوصفه دي؟ في 1940 ريتشارد وموريس ماكدونالدز عملوا عربية على قد حالهم كده وسموها ماكدونالدز، وبعد 4 سنين اتحولت وبقت مطعم في 47. وساعتها كان بيقدم انواع كتيرة من الاكل زي الستيك والهوت دوج وغيرهم من الاكلات، مش بس برجر وبطاطس زي ما احنا بنشوف دلوقتي. بس لو فاكر ان هم السبب في كل المجد بتاع ماكدونالدز، تبقى غلطان. لو بتروح شيراتون وعارف شارع البحر، فانت اكيد شفت الشباب وهم قاعدين في العربية بيطلبوا اكل او شيشة وبتجيلهم لحد عندهم. الفكرة دي مش بتاعت قهوة شارع البحر، لا، من اوائل الناس اللي عملوا كده كانوا ماكدونالدز. وعشان يجيبوا اكبر عدد من الشباب ياكلوا في المطعم بتاعهم، فعملوا نفس الفكرة، جابوا بنت حلوة وشغلوها كويتر وخلوها تطلع تاخد اوردرز من الزباين بره، وبعدها تبعتها للشيف يجهزها وتجيب لك الاوردر بتاعك وحاجه اخر دلع. وكمان قرروا تغيير نظام المطبخ بتاعهم بحيث ان هو يسهل الحركه اكتر ويخلي العمليه بتاعه الاكل اسرع، لدرجه انهم اجروا ملعب تنس عشان يجربوا فيه على راحتهم، وفضلوا يجربوا طرق مختلفه وطريقه شغل مختلفه لحد ما وصلوا لانسب حل، وهو تقسيم الشغل، بحيث ان كل واحد من الموجودين في المطبخ يكون مسؤول عن مرحله واحده بس في تكوين البرجر. يعني ساندوتش الواحد هيحتاج 5 عشان يعملوه بدل واحد، وده هيوفر وقت كبير جدا، لان كل واحد هيعمل خطوه واحده بس، يعني واحد للخصايه، واحد للحمه، واحد للكاتشب، وهكذا. وكان سعر ساندوتش الماك ساعتها 15 سنت بس، وده اللي خلى الناس وخصوصا الشباب يتقبلوا التغيير اللي حصل. هما مش بس تقبلوا التغيير، ده بقى بالنسبه لهم احسن بكتير، عشان السعر بقى اوفر، وكمان الاكل بقى يجي لهم اسرع ومش بيستنوا كتير. وشعبية المطعم زادت جدا ومبقوش قادرين يلحقوا على الطلبات، وعشان يلحقوا على الطلبات خصوصا بتاعه الميلك شيك، لان دي معتمده بشكل كبير على المكنه واللي ما كانتش مكفيه، فعملوا اوردر لـ8 مكنات ميلك شيك، والاوردر ده كان السبب في تغيير ماك للابد. الراجل المسؤول عن بيع مكن الميلك شيك في الشركه اللي كلمتها ماكدونالدز كان اسمه ري كروك. ري اول ما سمع 8 اتجنن، ايه المكان اللي عاوز 8 مكنات ده؟ لان هو في العادي كان بيبيع المكنه الواحده بالعافيه، فلما جه حد طلب منه 8 مكنات الموضوع كان غريب جدا، لان المكنه الواحده بتعمل 4 كوبايات في نفس الوقت، معنى كده ان المكان ده عاوز يعمل 32 كوبايه في نفس الوقت، يعني معنى كده ان كل 5 دقايق بيبقى فيه 32 زبون، ده رقم خيالي في الوقت ده. لما ري شاف المطعم انبهر من كميه الناس اللي بتروح وتطلب، وكمان انبهر قوي من سرعه الناس اللي شغاله في تحضير الطلبات وتسليمها للزباين. ري كروك كان راجل دماغه متكلفه، كان متاكد ان ماكدونالدز لو فتح في اي مكان في امريكا هينجح، واتفق معاهم انه هيبقى وكيلهم في بيع الفرانشايز اللي هي حقوق الامتياز. ولما تعرفش ايه الفرانشايز او حق الامتياز، فده عباره عن اتفاق قانوني بيسمح للي بيشتري فرانشايز انه بيستخدم اللوجو بتاع المطعم مقابل فلوس بيدفعها. وفي 1955 ري فتح اول فرع في رحله الـ1000 فرع اللي كان بيحلم بيهم في امريكا، وخلاهم يلتزموا باللوائح بتاعته بالظبط ومحدش يلعب فيها، وازاي ان مكونات البرجر وحجمه وحتى توزيعه الكاتشب والخضار جواه تيبيكال في اي مكان. كل ده بسبب الخطه اللي عملها ري كروك، واللي بسببها بقى البراند مستحيل تجربتك تتغير فيه من مكان للتاني. بسبب ما اعرفك ازاي عمل كده، ايه هي الـ5 توابل اللي خلت ماك وصلت لكل اللي هو فيه، وايه اللي خلى ماكدونالدز اكتر براند اكل محبوب وسط الناس في العالم وخصوصا الامريكان لحد النهارده. الموضوع كله حصل بعد ما ري بدا يبيع الفرانشايز، وواحده من اول الحاجات اللي عملها انه بعت خطاب لوالت ديزني، بس ديزني رفض انه يفتح فرع ماك عنده. ري كان من الرجاله العنيده، مستحيل ان يبقى هو عاوز حاجه وما ينفذهاش، فقام عمل ماكدونالدز لاندبورغ في فروع كتيره قوي في امريكا. اي نعم الالعاب اللي كانت في ماكدونالدز كانت اصغر بكتير جدا من ديزني وما تقارنش بيها، بس تاثيرها على الاطفال كان قوي جدا، واللي هي تقدر تعتبرها الكيدز اريا اللي موجوده في فروع ماك دلوقتي، بس اوت دور وعلى كبير شويه. لا دول كمان عملوا شخصيات للاطفال ليها علاقه بماكدونالدز، واكتر واحد فيهم كان مشهور هو رونالد ماكدونالد، وده اللي فعلا خلى ماكدونالدز بره المنافسه مع اي مطعم فاست فود
التاني، لدرجة انها خلتهم يخشوا سوق اسهم دو جونز اندستريال افريج، واللي هي مجموعة الاسهم اللي مجمعة اتقل 30 شركة في امريكا. سعر السهم الواحد فيهم النهاردة حوالي 35,000 دولار، يعني حزمة الاسهم بتاعتهم باكتر من 1,000,000 دولار. وما وقفش لحد هنا، لان دلوقتي جه الوقت المناسب اللي يحطوا فيه المكون السحري اللي اتكلمنا عنه في البدايه، وهو انهم حطوا شخصيات بتاعه ماكدونالدز لاند في المنتجات بتاعتهم، وهو الهابي ميل، واللي بتدخل سنويا في ايامنا دي حوالي 3 مليار دولار. يعني الهابي ميل بتدخل اكتر من 8,000,000 دولار كل يوم، وكمان مع كل وجبه هابي ميل كانت الاطفال لازم تاخد هديه، وده اللي خلانا بنحب ماك من صغرنا ومتعلقين بيه بشكل كبير. والاطفال اللي حبوا ماك دول دلوقتي هم بقوا ناس كبيره، هم كمان عندهم اطفال وبياخدوهم برضو ماك، وبقى حرفيا جيل بيسلم جيل. ماكدونالدز كان مطعم ناجح عالميا، بس زباينه معظمهم كانوا بيروحوا عشان يستفيدوا من خدماتهم واللي هي الاكل السريع، لكن هم شافوا بوتنشال تاني واشتغلوا عليه، وهو ده اللي خلاهم اكبر سلسله مطاعم في العالم من غير منازع. في مايو 2014 ماك خرجوا من سوق شرق اوكرانيا وقفلوا مطاعمهم هناك، بس بعدها في سنتين في 2016 جت شركه مجهوله سيطرت على فرع من فروع ماك اللي كانت هناك وفتحته تاني زي ماك الاصلي بالظبط، وكان اسمه ماك برضو بس من غير دونالدز وجنبه علم روسيا. مع انهم قلدوا كل حاجه بالظبط في المنيو بتاعت ماك وشكل المحل من بره ومن جوه، الا انهم فشلوا. كل الكلام ده ما كانش هيبقى ليه اي لازمه ولا كان هيوصل لحاجه لولا حاجه واحده بس هي السبب الاساسي في نجاح اي منظومه كبيره موجوده دلوقتي، والحاجه دي هي السيستم. وده بالظبط الحاجه اللي كان متبنيها ري من اول ما اتفق مع الاخين ماكدونالدز انه يكون المسؤول عن الفرانشايز، واللي بسببه ماك سيطروا على العالم اسواق الاكل. بس وهو بيعمل السيستم او الروتين اللي مخلي ماك محافظ على نجاحه ومستواه في كل الاماكن لحد دلوقتي، كان في عقبه صعبه قوي محتاج انه يتغلب عليها، وهي انه يقدر يتحكم تماما في الناس اللي بتشتري الفرانشايز بتاع ماك، عشان وقتها الناس كانت بتغير في الاسعار والمنيو على حسب احتياج المنطقه اللي هم فيها، كأنها وكالة من غير بواب. يعني تخيل انك انت تخش فرع ماك بتاع وسط البلد تلاقي البيج ماك فيه ب50 جنيه، تروح على فرع التجمع هتلاقيه ب70 جنيه، هتقول ان دي شركه نصابه وبين 60 في 70. ده غير ان في من اللي كانوا بيشتروا الفرانشايز بعد ما بياخدوه فتره معينه بيوقفوا الديل مع ماكدونالدز وبيغيروا اسم مطعم وبيبداوا مطعم جديد وبيبيعوا على حس ان هم كانوا فرانشايز ماك، والناس اتعودت ان هي تيجي المكان ده فخلاص. بس ري كان عنده عقليه رجل الاعمال الشاطر، كان بيعرف يسمع كويس قوي للافكار من الاشخاص الصح وبيطبقها لو هي فعلا تستحق. وده اللي حصل لما كان بيتكلم مع مدير الحسابات بتاعته هاري، وكان اقتراح هاري ان هم يعملوا شركه عقارات تكون مالكه للاراضي اللي هيتعمل عليها بعد كده فروع ماكدونالدز، ودي طبعا مفيده جدا اللي بيدور ان هو ياخد فرانشايز، لانه مش محتاج يجي بنفسه ويروح يدور على فرع، يا باشا الفرع موجود ومستنيه. واي حد عاوز ياخد الفرانشايز لازم ياجر من شركه العقارات دي وبس، ان اي حد مع الفرانشايز مش هيقدر يغير اي حاجه في المنيو بتاعه المطعم ويلعب فيها، عشان لو حصل كده ساعتها العقد هيتفسخ وكمان المطعم هيفضل تحت سيطره ري، فمش هيقدر اللي كان مأجر او اي حد انه يشيل يوفت ماك ويشتغل باي اسم تاني على حسه. فانت لو عاوز تاخد فرانشايز ماك فانت هتدفع فلوس وقت التعاقد عشان تاخد الفرانشايز، وهتدفع كل شهر الايجار ونسبه من المبيعات، ولو انت شايف ان الايجار ده حاجه تافهه خليني اعرفك ان النهارده 65% من اجمالي الدخل بتاع ماكدونالدز جاي من الايجار، والفلوس اللي بيكسبوها من بيع الاكل 34%، وال1% الفاضله هي فلوس التعاقدات الجديده. يعني من الاخر ماكدونالدز تعتبر شركه عقارات مش مطعم. وبسبب الحركه دي ري مش بس ضمن السيطره على كل الفرانشايزز بتاعه ماك، لا ده كمان خلى انتشار ماك اسهل واسرع بكتير. وبكده بقى فاضل له حاجه واحده بس يعملها عشان يفرض سيطرته، وهو انه يشتري البراند نفسه من ريتشارد وموريس ماكدونالدز اللي دماغهم وعقليتهم القديمه كانت واقفه في طريق وطموح ري، وعمل كده مقابل 2,700,000 دولار في سنة 1961، ورقم ده دلوقتي يعادل 30,000,000 دولار. وبكده ري بقى متربع على عرش ماكدونالدز وبدأ يشتغل على السيستم اللي خلى النموذج بتاعه أنجح نموذج. البي او اس او البيزنس اوبريتنج سيستم او الخلطة السرية الماك، هو ببساطة ازاي شركتك بتعمل كل حاجة، يعني ازاي بتشتغل اصلا وازاي بتتعامل مع المخزون بتاعك والمواد الخام والطريقه اللي بتتعامل بيها مع العملاء وكل التفاصيل الصغيره والكبيره اللي انت ممكن تتخيلها. البي او اس صح بيخلي الشركه حرفيا ما بتقفش على حد، يعني انت لو صاحب بزنس وبتقول ان الشغل من غيرك هيقع فده معناه ان انت ما عندكش نظام تشغيل صح.
الموضوع من بره ممكن يبان سهل ومقدور عليه، بس للاسف الموضوع ده صعب جدا، وفي شركات كتيره كبيره جدا حاولت انها تعمل نظام تشغيل ليها وصرفت فلوس وموارد ووقت كبير قوي وفي الاخر فشلوا. الشركات الكبيره بتحط نظام لازم كل اللي شغالين يلتزموا بيه، والنظام ده بيكون شامل حتى اصغر الحاجات واللي ممكن تبان بالنسبه لنا حاجه تافهه، وده لان كل حاجه صغيره هي عباره عن اساس لحاجه اكبر منها، والاساس ده لو مش صلب الشركه هتقع. خليني اعرفك بقى ايه هم الخمس حاجات اللي نظام ماك ماشي بيه عشان يفضلوا محافظين على مستواهم لحد دلوقتي. ماكدونالدز كل حاجه فيه بتتعمل بتكون منظمه وماشيه بنهج معين. يعني مثلا عندك في سنه 1957 عملوا كتاب اسمه اوبريشنز مانيوال، في الدليل ده في ازاي تعمل كل حاجه في المطعم بالخطوات والصور، وكمان معدات المطعم متصممة عشان العمال يشتغلوا بسرعة وبدقة كبيرة، وده اللي خلى معظم اللي شغالين في ماكدونالدز هم من شباب الجامعات والشباب الصغير، وطول ما هم ماشيين بالتعليمات اللي حاططها المطعم الحاجة هتطلع بشكل بيرفكت. نخش بقى على تاني حاجة وهي السيستم. ماكدونالدز فيه سيستم معمول لكل حاجة، من التكنولوجي اللي بيستخدموها، الفلوس والماركتينج، حتى الناس اللي شغالة بتشتغل بناء على سيستم معين. في نظام كامل بيشتغل على الناس دي من جوانب كتيرة زي المرتبات والأداء والاختيار، وكمان السيستم المحطوط مش بيخلي فيه مجال الغلط لأن كل حاجة محطوطة ومحسوبة بالظبط. ماكدونالدز متبع مبدأ جامد قوي وهو اسمه الباريتو برينسيبل 80-20. 20% من الموظفين لو كانوا بكفاءة عالية قادرين ينتجوا 80% من النتائج. وعاوز اقول لك ان حاجه زي دي احنا فعلا مطمنين عندنا في الشركه، ان احنا شركتنا عدد الناس اللي شغاله فيها مش كتيره، انما الشغل اللي احنا بنطلعه مش طبيعي. مفيش حد ممكن يتخيل ان الشغل ده بيطلعه عدد اشخاص قليلين، وحاجه زي دي هي اللي بتخلي ماكدونالدز واي شركه دايما في التطور، لان ده عنصر قوي جدا لكتير من الشركات خصوصا اللي لسه بتبدا، لان ده هيوفر عليها عماله كبيره وهيقلل مصاريفها وهيخليهم عارفين يستثمروا اكتر في الناس اللي معاهم. تالت حاجه بقى هي الرولز. في بدايه شغلك انت بتحتاج الناس الجوكرز اللي بتعرف تعمل اكتر من حاجه وبتقدر تمالت تاسك عادي، بس بعد كده وفي فيز معينه البيزنس بيحتاج ان كل واحد يعمل حاجه معينه بس، وده اللي بتعمله ماك دلوقتي. كل واحد ملتزم بالدور بتاعه بالظبط. يعني مثلا ما ينفعش اللي واقف على المكنه بتاعه الكاتشب يسيبها ويروح يجيب العيش، ده بيزود من الخطوات وبيأخر السيستم وبكده بيأثر على الشغل والانتاجيه والشركه هتخسر. فمهم ان يكون كل واحد موجود في مكانه الصح وملتزم بالدور اللي بيخلي الدنيا ابسط واسرع. رابعا السكيلز. المهارات دي بيجي دورها لما تكون فاهم البيزنس بتاعك صح وفاهم ايه الحاجات اللي بيحتاجها عشان تقدر توظف المهارات دي صح، وكل ما كان في سيستم وخطوات ماشي عليها صح هتقدر تستغل المهارات دي بشكل كبير، لان السيستم هيكون بيسهل وبيدي مساحه من الوقت للناس اللي عندك ولعقولهم ولابداعهم. خامسا واخر حاجه هي الاستراكشر. عشان تعمل شكل او هيكل فعال للمنظمه او الشركه بتاعتك محتاج انك انت تصممه قبل ما تحتاجه اصلا، وبعدين تمشي عليه وتكبر وانت عامله. انك انت لو عملت الهيكل قبل اصلا ما تعرف الناس عاوزه ايه، ساعتها انت ممكن تعمل هيكل غلط مش بيعكس احتياجات البيزنس بتاعك او الكلاينتس بتوعك. عشان كده انت بتعمل الاربع حاجات دول في الاول، وبعدها على طول تعمل استراكشر في اسرع وقت ممكن قبل ما الشركه بتاعتك تكبر وتنتشر بشكل كبير وما تبقاش ملاحق على الكلاينتس. انا كريم حنفي، سلام.